سلطان البرين وخاقان البحرين. من مأثورات العملات العثمانية هذه المادة تأتيكم من الموسوعة المالية في إنسايكلوبيديا العربية قسم المسكوكات الإسلامية. استخدمت عبارة سلطان البرين وخاقان البحرين في ألقاب السلاطين العثمانيين بدءا من عهد السلطان محمد الفاتح، ونسبت إلى السلطان سليم الأول بصيغتها الكاملة سلطان البرين وخاقان البحرين وقاهر الجيشين، ويقصد بالجيشين الجيش الصفوي والجيش المملوكي. وظهرت في صيغتها المختصرة سلطان البرين وخاقان البحرين على العملات منذ عهد السلطان بايزيد الثاني وابنه الذي جاء بعده السلطان سليم الأول. وسك السلطان سليمان الثاني قروشا أو قروشا عثمانية فئة القرش ونصف القرش بوزن 6 دراهم وأحيانا 6 دراهم وأربعة قراريط مقرونة باسم السلطان سليمان الثاني ولقبه سلطان البرين وخاقان البحرين دام ملكه. ظهرت هذه العبارة على الدنانير الذهبية والزري محبوب والقروش الفضية والمعدنية، ومثالها أيضا مسكوكات السلاطين مصطفى الثاني ومصطفى الثالث مصطفى بن محمد وأحمد الثالث أحمد بن محمد خان ومحمود الأول ومحمود الثاني وصولا إلى عهد السلطان عبد الحميد الثاني. كانت هذه العبارة تسجل على وجه المسكوكة هكذا سلطان البرين وخاقان البحرين السلطان بن السلطان، ويقصد بسلطان البرين البر الأوروبي والبر الآسيوي، وخاقان البحرين هو رئيس البحر الأبيض المتوسط وبحر الأسود أي صاحب السيادة العليا المتحكم بهما الباسط نفوذه عليهما، وهي من عبارات التأكيد على نفوذ السلطان والدولة وامتداد رقعتها على قارتين يتخللهما هذان البحرين العظيمان. كما سجلت هذه العبارة مقرونة باسم السلطان مباشرة سلطان البرين وخاقان البحرين السلطان محمود خان عز نصره. وظهرت بصيغة سلطان البرين وخاقان البحرين خلد الله ملكه، وقد سبق أن استخدمها المماليك في ألقاب سلاطينهم بين عامي 1261 و1517 ميلادية، وطبعا كانت تحمل دلالات أخرى تعكس أحوال دولة المماليك في ذلك الحين.